هاي اجى ابو الملوك هلا معناك عم دق الباب. اجى ابو الملوك ساعدنا مؤازره معلم، سوينا اللحمه حطيناها بالبراد انا وجانو، غير عنا ال الفراد هاي هدول جبناهم معلم. هدول تحت اليبره بدنا نحط تحت اليبره. سوينا اللي نحن سويت انا هون شوي. يا سلام شرحات. ايه بقعد نمدهم تحت الابره، قلنا لهم للجماعه انه شغله جديده بنسويها. شرحات يا عادل، دقيت لدنهم؟ لا بعدين بدنا ندق. بدنا شرحات. شو رايك شرحات نطفيها؟ بنطفيها. معلم اسلاخها. اسلاخها. انا برايي معلم بكفوا له. اوه. الطنجرة. طيب قطع هذا معناتها خلص مشان ينهي الفيديو. ليش تقطعها؟ ليش؟ اه اوكي حلك ليش؟ لما نحن بنجيب الفروج وما بنقطعه او اللحمه ما بنقطعها بنحطها بالفريزر بنتعذب كثير لحتى شو؟ لحتى شو؟ لحتى نطبخ فيها. ماشي. نفك ال نفك التلج عنه وكذا. لا ما انت بتقطعها بتنظفها بتظبطها بتطلعها دغري. شو يا معلم؟ شو؟ على الطبخ. اه مو لهي الطبخ. طيب فانت قل لي تمام هلا خلصنا عن الطبخ. آه. هلا هي لشو بدنا نساويها معلم؟ هاي شو بعرفني؟ العمى راحت من راسك الاكلات كلياتها؟ شو بنسويها هاي؟ لحتى هسه شو سويت لك معلم؟ شاكريه سوينا شاكريه. لا بس شاكريه بلحمه بتصير كمان بتصير طبعا. طيب قطعه وظبطه معلم. يا سلام شوف في عظم هون كلها ولا؟ والله مبلغ والله. هلا ابو الملوك شاطر، ابو الملوك شاطر بالحلويات. يعني امبارح سلخنا صينية هريسة كنا بنشهيكم فيها طلعت فخامة. بس انا حالنا بنفطر يعني الصبح بنشربها مع فنجان قهوة ما زاد شيء. يعطيكم العافية. عشان نوزع لنا المطارات بعد فترة. ايه هي قصة المطار بعدين بنقول لكم اياها. مطار فور مطار شتوت قرد. ايه وان شاء الله بس نطبق الاكلة نظبطها. اه عم يساوي لسان عصفور او قلب شوي كمان. ان شاء الله بنشوفكم عند لف الابره. هلا بنغسل نحن الابرات عشان ما نطول الفيديو. هدول حناخذهم مثل ما قلنا نغسلهم ننزلهم شوي بمي سخنه ونطالعهم لانه هدول ما بيكونوا مساويين يعني. بنغطهم شوي بننظفهم بنغسلهم عشان ما يطلع لنا بحص مثل هذيك المره ورمل وبحص. ما قلنا لها شو القصه. عم بتاكد انا موجود ولا لا؟ ما كنت موجود، كنت انا ومحمد. لا لا هلا لانه كنت الكاميرا انا عاطل. ايه برفع لك اياها. لو رب الكعبه موجود. رب الكعبه موجود. هذا ابو ال نغسلهم ونظبطهم بس نكون جاهزين والرزات ننقعهم ونحط لهم العصفر تبعهم والملح والكعبه موجود. ما بده شيء، ما بده بهارات زياده. وان شاء الله بنشوفكم عند اللف. والله السكينة جنة هاي. هلا سويتها حبيبي.